السلام عليكم، شلونكم؟ شو حالكم؟ أحوالكم يا رب تكونوا بخير. بدي أقول شغلة، إذا جينا نحن هلا وسألنا معارضة سورية ما هي حقوق الشعب الكردي بسوريا؟ راح يقول لك مثل أي سوري. أوكي، مثل أي سوري، ما في فرق، قلنا سوري. أهلا وسهلا، والله فكرة حلوة، ما في فرق. طيب انت كعربي مكتوب على هويتك جمهوريه عربيه سورية، وانت عربي سوري، ما عندك مشكله؟ في عندك تشركسي عنده مشكله، في عندك اشوري عنده مشكله، في عندك سرياني عنده اكبر مشكله، في عندك تركماني عنده مشكله، في عندك كردي عندك مشكله، في عندك كلدوني عنده مشكله، في عندك ارمني عنده مشكله، ما بيقبل. بس انت عربي بيقبل. بدك تقول هاي بلد عربية ما بعرف شو، اجيتوا انتو كنتوا متشردين ونحن حبيناكم. اوكي شكرا، والله كلام مزبوط 100%. تمام، هاي البلد اللي بتحكي عنها عربية من امتى صارت عربية؟ هو الفني وجه محترم، سأل نفسك يعني انت لا تسألني، انا ما بعرف التاريخ. سألت نفسك؟ ماشي، مثلا لست الستين واحد وستين كانت اسمها جمهورية سورية، باربعينيات لا ستينات كان اسمها جمهورية سورية، صح على حكي ولا مو صح؟ يبكي انت اللي كذب. ماشي، طيب روح عند جوليا اكتب الجوجل عندك جمهورية سورية والعبد الجمهورية سورية، راح يطلع لك في صور كتيرة. كان عبد السوري اسمه جمهورية سوري، بنك المركز السوري، ما كان في شيء اسمه جمهورية العربية السورية. عرفت شلون؟ لهيك انت عم تحكي شيء غلط وانت ماشي مشروع غلط، وانا ما ممكن انه كمل معك بالغلط. يعني انت عم تقول انا ضد النظام، نفس النظام هذا عمل سوريا من جمهورية سوريا إلى الجمهورية العربية السورية حزب البعث اللي أنت عم تقول أنا ضد، معناته أنت مو ضد حزب البعث، أنت ضد شو؟ ضد شخص واحد من حزب البعث، مو ضد النظام، أنت ضد بشار أسد. مشكلتك مع بشار أسد لأنه هو عربي. لا نفترض بشار أسد كان سني، معناته أنت ما راح تكون ضده. عرفت شلون؟ سجل عندك أي غلطة، هاي جريمة مو غلطة. وشايك بالحديث أنا، اشترك بالقناة، فعل زر الجرس عشان تشوف حلقاتي السابقة والقادمة. معك هو جورج الغالي، لا تنساش ماشي حبيب قلبي. وحاليا روح فكر فيها اللي نحن حكينا، شو بيستنتج معك مع مرور الوقت والزمن، عشان تعرف كيف تكون سوريا المستقبلية. تقرر انت شو بدك. بدك سوريا المستقبلية احسن من نظام البشار اسد المجرم اللي قتل ونهب وسرق و الى اخره، كما انتم فعلتم في عفرين. يعني ما بنسى عفرين، شي اللي انتم عملتم عفرين هو يعمل بيوتكم. عرفت شلون؟ معك واحد كردي مواطن اقل من هادي، بس محبك يا بلادي. سلامات.